ليش الإنسان يسمى إنسان؟ أو ليش الإنسان لما يموت يندفن في التراب؟ أو ليش آدم أكل من الشجرة أصلا؟ يعني لو إنه مو أكل كان بقينا إحنا في الجنة يعني. فاليوم راح نعرف أجوبة هذه الأسئلة بقصة سيدنا آدم عليه السلام. وبسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ. قبل ما نبدأ خلينا نكون متفقين إنه يمكن يكون هذا القصة أنت يمكن تعرفها، ولكن في ناس كثير ما تعرفها. فروح جون فرحاتك وأولادك وتعالوا اسمعوا قصة سيدنا آدم عليه السلام. البداية صلاة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله نبدأ الحلقة. قبل ما نبدأ في القصة لا تنسوا لايك واشتراك، حساباتي موجودة تحت تقدروا تتابعوني عليها. وترى في عندنا 6 شهور لازم نجيب رقم، تمام؟ إن ما جبنا الرقم هذا بكنسل القناة كلها، والله بكنسل، بحذف القصة، بجيب كل شيء، بسيب كل شيء خلاص. لا وش الغلط؟ بحذف القناة. طبعا شوف شباب، بس وش أقول لكم؟ صرت أدحج هناك، أشوف من هناك، أناظر هناك، هنا على الشاشة، لأنه مكتوبة القصة، والقصة طويلة ترى، والله ما قدرت أحفظها، فبناظر هناك وبتسمعون أنتم، أنت عليك تسمع وتحط لايك واشتراك، وبس، حبيب قلبي. آدم عليه السلام، من هو آدم؟ آدم عليه السلام هو أول مخلوق على الأرض، وأول إنسان كرمه الله ونفخ فيه من الروح. آدم هو أول نبي من أنبياء الله تعالى، وأول رسول للبشرية، وعاش على الأرض حوالي 1000 سنة. طبعا قبلنا ما كان، قبل آدم عليه السلام ما كان في بشرية أبدا. طبعا آدم عاش 1000 سنة، وفي ناس تقول إنه عاش 930، وناس تقول عاش 960، ولكن أكثر شيء يعني مدعي عليه إنه 1000 سنة. طبعا آدم عليه السلام كان يدعو ذريته، طبعا اللي هي أولاده، لعبادة الله الواحد الأحد الذي لا إله له. جمع الله تعالى لخلق آدم قبضة من تراب الأرض، فيها الأبيض والأسود والأصفر والأحمر. في اللي يقول 3 قبضات اللي هي الأسود والأبيض والبني. فسبب هذه القبضة صرنا إحنا كل واحد مختلف، أمين؟ يعني صار في الحنطي، في الأسمر، في الأسود، في الأبيض. فسبب هذه القبضة صرنا كذا يعني، فهمت؟ ومثل ما جاء في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وأول شيء خلق الله سبحانه وتعالى هو القلم، وبعد اللوح المحفوظ، وبعدين كتب عليه مقادير الخلق كلها، يعني رزق، العمر. من بداية ما أول شيء خلق الله اللي هو القلم واللوح المحفوظ، من وقت القيام الساعة مكتوب عليه كل شيء يصير في الدنيا. طبعا قبل ما نخلق احنا وقبل كل شيء. قال الله تعالى وما صاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرئها إن ذلك على الله يسير. وقال القرطبي إن الكتاب الذي ذكر في القرآن هو اللوح المحفوظ. وثاني شيء خلق الله سبحانه وتعالى هي الأرض، خلق فيها التربة والجبال والأشجار، وخلق الجراثيم اللي هي الميكروبات، وخلق النور، وبعد كده خلق الله الملائكة. الملائكة قبل آدم، وقبل كل شيء الملائكة قبل البشرية يعني. وبعد كده خلق الله الجن، والجن انخلقت من مارج من نار، وكان الجن يسكن الأرض قبل آدم. يعني قبل ما نجي نحن كانت الجن تملي الأرض كلها. طبعا كانت الجن موجودة قبل آدم 1000 سنة، وسفكوا ونشروا الدم في الأرض كاملة، يعني من الأخير خربوها يا أبوي. فبعث الله لهم جنود من الملائكة وطردوهم من الأرض، وتوجه الجن إلى الماء والمحيطات والجبال، حتى صار هذا مسكنهم الأساس. يعني الحين بليس عارف شوين على الماء، معروف بليس عارف شوين على الماء، وباقي الجنون كلها طايرة، كل واحد راح لمكانه. فشاف الملائكة واحد من الجن كذا عابد صالح ماله في الجنون الآخرين، فأخذوا معاهم اللي هو مين؟ عزازيل. عزازيل مين؟ هو الشيطان، الشيطان الرجيم عليه لعنة الله إلى يوم الدين. طبعا جبريل عرشه على البحر، بس ما حد يعرف من يعني مكان ما. وبعدين الله تعالى خلق آدم وقال الملائكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فردوا عليه الملائكة وقالوا قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طبعا هذا ما كان اعتراض من الملائكة، بس كان استفسار. يعني الشياطين الجنون خربت الملائكة، تخرج شيء زي الجنون بتخرب الأرض مرة ثانية. طبعا هم على حسابهم كذا يعني راح يمشي على نفس النمط اللي مش عليه جنون. فكلمهم الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون.
لما ربنا حب يخلق آدم عليه السلام أمر الملائكة إنهم يجيبوا له إنهم يجيبوا له تربة من بقاع مختلفة من الأرض، يعني من أماكن مختلفة، على ما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى خلق آدم من قبضة من قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك، فاهمين؟ يعني في أسود أبيض أحمر في بينهم، هذا شكل وجه، في سهل وحزن وخبيث وطيب وفي بينهم، فاهمين؟ اختلاف البشر في أشكالهم وأنواعهم وألوانهم وأطباعهم، وهذا الشيء يعود اختلاف في الأرض خلقتها سبحان الله. خلق الله سبحانه وتعالى آدم، وعلى حسب الأحاديث النبوية إنه خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراع، 60 ذراع فيها أكثر من حسب، لكن أنا بقول لكم الحسبتين، فحسبوه بينهم بين 37 و45 متر، كان طويل مرة، ترى الناس قبل كانت طوال وقصرت، وراح الأجيال اللي بعدنا راح تكسر بعد، حسسني أنا الكبيرة، المهم إنه راح يجون الناس بعد تكسر النوب. وعلم آدم الأسماء كلها الأسماء، واختلف اختلف العلماء على ان الاسماء اللي علمها الله سبحانه وتعالى لسيدنا ادم يعني هل هي اسماء ذريته واسماء الملائكه. قال بعضهم انه علموا كل شيء ذواتها وافعال، يعني الشيء ايش مردوده، مثلا النبته ذي مردوده تسوي الدواء كذا، ذي حقه علاج، ذي انا زي كذا، هذه ذواتها وافعالها. فلما علم الله الاسماء كلها قال الله تعالى قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال أنا لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فأمر الله سبحانه وتعالى أنهم يسجدوا لآدم، فسجدوا كلهم إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، بس إبليس عليه لعنة الله ما سجد لآدم. فقال الله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقتها قضب ربنا عليه ولعنه وأمره أنه يخرج من الجنة ويهبط منها كاملة، يعني يهبط على الأرض يهبط من الجنة. فطلب إبليس أن الله يمد عمره ليوم القيامة، وأنه رح يقوي كل عباد الله عن عباد، يعني أنه رح يلهيهم ويبعدهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال له ربنا إنك من المنظرين، يعني اللي طلبته خذ، لكن فالله أعطى اللي طلبه أنه الله عارف عباده أنه ما رح يعصونه، فأنت ليش تعصي الله؟ اللي شباب اللي يعصي الله يتوب، ترى باب التوبة مفتوح، ما تعرف متى تقوم القيامة وحرام بلا تبلش، والله يا رجل تبلش ما في، ترى لما تقوم القيامة ما في لا باب توبة ولا حسنة ولا أي شيء، خلاص ما عاد شيء يحتسب. قوم القيامة ينزل سيدنا عيسى يطلعون الدجالين يطلع كل شيء وقت تخرب الدنيا، فتوبنا الحين أحسن. وعاش سيدنا آدم في الجنة، لكن حسب الملل والزهق، يعني معروف إن الواحد لما يكون لحاله ترى يزهق، مرة يزهق. في يوم هو نايم، طبعا الله اللي يعرف الإنسان كامل، يعني الله يعرف أشياء أنت ما تعرف، فهو أقرب إلينا من حبل الوريد. فالله أحس إنه مل آدم عليه السلام، فهو مرة هو نايم أخذ من ضلعه الأيسر، ولما أخذ ضلع الله سبحانه وتعالى شف كله أول أنثى بشرية وهي أمنا حواء. لما صحى آدم عليه السلام لقى جنبه حواء، فقال لها من أنت؟ فردت عليه وقالت له أنا امرأة. فقال لما خلقتي؟ فشوف حكمة الله سبحانه وتعالى. فقالت له لتسكن إلي. اللي فهم واللي ما فهم ما أقدر أفسره، مشان يكون بعلمكم ترى هاي القصة صورتها مرتين، ساعة كاملة وأنا أصور فيها وأخذ كاميرا حذفت التصوير. طبعا حواء كانت أجمل امرأة خلقت من النساء في العالم كله. طبعا عاش سيدنا آدم عليه السلام في الجنة، وسمح لله أنه يعيش فيها حياة ما في بعدها، عيش وكل من أي شيء، لكن حذر الله من شيء واحد اللي هي شجرة، هذه محرمة عليك ومحظورة. حذر الله سبحانه وتعالى آدم، وحذر الله سبحانه وتعالى آدم من إبليس، وقال إنه عدو له ولزوجته، وبدأ وسواس إبليس لآدم إنه يأكل من الشجرة، وبدأ يقنع إنه هذه شجرة الخلد وشجرة الملك، وظل يوسوس إبليس لام لحد ما أكلوا من الشجرة الذي منعه الله منها. ولما أكلوا من الشجرة وقعت كل ملابسهم وبانت عورتهم فخجلوا. طبعا الواحد مرة في استعلم من
يا اخي يستحي من واحد تنشل ثيابه، ترى حتى لو قدام زوجته قدام ام الواحد امه والله يستحي. فصاروا ايش يسوي؟ يقطعون من الشجر ويحطون على عورتهم، فاهمين؟ عشان يتسترون يعني. استحوا ادم وحواء لمعصيته من ربنا وطلبوا منه المغفره وقالوا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلوا يستغفروا الله على انهم عصوا ربهم فغفر الله لهم، ولكنه أمرهم بالنزول للأرض وقال لهم ربنا إن العداوة ما بينهم وبين إبليس راح تظل موجودة اليوم القيامة، اللي هي العداوة بين البني آدمين وبين إبليس. ففعلا هبطوا على الأرض، فهبط آدم عليه السلام في برج في الهند، وحواء هبطت في جدة اللي هي في السعودية الحين. طبعا في ناس كثير تفكر إن الخطيئة اللي آدم ارتكبها اللي هي إنه قرب للشجرة وأكل منها، ولو إنه مو ماكلها كان الحين إحنا في الجنة. لكن عشان أقول لك إن هذا تصور غير منطقي تماماً، لأن الله لما خلق آدم إيش قال الملائكة؟ وإني جاعل في الأرض خليفة. شوفوا الله سبحانه وتعالى قال في الأرض، ما قال في الجنة يا حبيبي. ورد في الصحيح البخاري ومسلم عن إن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاج موسى آدم عليهما السلام فقال له أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي استفاق الله برسالاته وكلامه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قد تره علي قبل أن يخلقني؟ ما كان هبوط سيدنا آدم على الأرض إهانة، بل بالعكس كان هبوط كرامة كما يقول العارفون بالله. كان ربنا سبحانه وتعالى عارف أن آدم وحواء راح يأكلوا من الشجر وراح يهبطوا للأرض، وتجربة السكن في الجنة كانت ركن من أركان الخلافة في الأرض عشان يعرف آدم وحواء ويعرف جنسهم من بعدهم أن الشيطان طرد الأبوين من الجنة وأن الطريق للجنة يمر بطاعة الله وعصيان الشيطان. صار لي ساعة ونص أقول لك توب إلى الله توب. المهم جاء في تفسير ابن كثير عن أبي موسى لأن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صناعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذا من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. بعد ما عاش سيدنا آدم وأمنا حواء أنجبوا ذرية كثيرة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله أن حواء ولدت لنبي الله عليه السلام 120 بطن. وذكر ابن إسحاق أن كان الذي ولدته أمنا حواء ولآدم من صلبه كانوا 40 ذكرا وأنثى في 20 بطن. فسبحان الله كانت رحم آدم استغفر الله من طول كانت رحم حواء مفهومين. من هنا كانت تحبل ولد ومن هنا كانت تحبل بنت، فكان كل بطن تخلفه كان يجي ولد وبنت، هذه معروفة يعني ما تغير مفهومين. توب إلى الله يا الربع توبوا. وهذا طبعا هذا كلام أهل السنة والجماعة. المهم أنه كان أول أولاد سيدنا آدم عليه السلام هو قابيل وتوأمته قليمة اسمه قليمة أو قليمة اسمه كذا قليمة، وكان آخرهم عبد المقيث وأمة المقيث. كانت أمنا حواء تلد في كل مرة بنت وولد، وكان أبناء آدم يتجوزوا. طبعا كان في شريعة آدم عليه السلام أنه الولد يتزوج أخته، لا شو أكيد الولد يتزوج أخته، أنه الشخص الولد. طبعا شباب الحين الساعة 2 في الليل قاعد اصور على الحل، انا حالي صاحي في البيت. كانت في شريعه ادم دام ما في خلق فكيف يتكاثروا كان الشخص يتزوج اخته، فما كانت اخته من نفس البطن، لا كان الاخت اللي في البطن الاعلى تتزوج اخوها اللي تحت اللي في البطن اللي بعدها، والاخ اللي بعد قبل هم موجود تومين، توم هنا وتوم هنا، هنا ولد وبنت وهنا ولد وبنت. عشان افهم الولد كان يتزوج البنت والبنت كانت تتزوج الولد اللي هنا، فتصير كذا عمليه عكس ضرب مقص اللي تسميها كانت كذا، لانه كان في شريعتهم حرام ان يتزوج واحد نفس بطنه فاهمين. وظلوا على هذا الامر حتى تكاثر نسلهم وصار محرم انه يتزوج الاخ من اخته تماما قطعا وبت. طبعا بسبب هذا حدثت اول جريمه قتل على وجه الارض. طبعا في كثير اسئله ممكن تجيكم في المدرسه في الالعاب هذه اللي تجيك اسئله، اكثر سؤال يجيك من هو الشخص الذي قتل ربع العالم؟ قابيل كان اول مجرم في العالم. طبعا كانت الجريمه بسبب الغيره، كان هابيل يهتم بتربيه الاغنام كان راعي. طبعا المشكله صارت بين قابيل وهابيل، وكان قابيل اخوه كان يفضل الزراعه يعني وزارع، فلما اجى وقت زواجهم قال لهم ابوهم ادم عليه السلام انه قابيل راح يتزوج اخت هابيل وانه هابيل راح يتزوج اخت قابيل، ولكن قابيل رفض لانه كانت اخت هابيل اللي في نفس البطن كانت ما هي حلوه زي اخته اللي بنفس البطن. فطلب منهم ادم عليه السلام انهم يقدمون قربان لله سبحانه وتعالى، وانه اي واحد يقبل قربانه راح يكون اقرب لله وراح يرضي بكل ما يأمر
أمره الله تعالى، فقدم هابيل أفضل خروف عنده، ولكن قدم قابيل أخس أنواع شيء في المزرعة قدمه لله. فقبل الله قربان هابيل، كيف كانوا يعرفون أنه قربانين؟ كيف هذا القربان قبل؟ كان ينزل شيء كذا، يطلع شيء من السماء، يأخذ القربان ويطلع على السماء. طبعا شوف شو أنا قاعد أتذكر القصص، طبعا أنا كاتبهن جتني قشعريرة. فبالقربان اللي قدمه هابيل اللي هو أفضل كبش عنده، بتعرفون متى راح ينزل؟ راح ينزل، راح يرجع للأرض، راح يصير فدا. فبتعرفونه بعدين بالقصص القادمة راح تعرفون وين نزل الكبش مرة ثانية.